مباراة النادي الاهلي والاسماعيلي طبعا عارفين ان كان حكم المباراه كان فيها محمود البنا، وكان حكم الفار يا فارس كان عمرو الشناوي. اول حاله معانا عاوزين نفسر للناس ونوضح هنا، لما يكون في تسديده على المرمى بنقول لما يكون التسديده دي الكره هترتد من القائم او من الحارس وهتروح للزميل اللاعب اللي بيسدد، بنشوف موقفه فين يا اسامه الاول يا فارس. طب اللاعب ده لو كان في موقف تسلل وارتدت الكره من الحارس او من القائم وهو استفاد من الموقف اللي هو كان فيه بيبقى فيه تسلل. انا جايب الحاله دي او انت حضرتك جايبها عشان نشرح ان هنا كان في جرس تاو في موقف سليم عندما تم تصويب الكره من لاعب النادي الاهلي ترتد لبيرسي تاو، والهدف كان هدف صحيح كان عند الحكم احمد حسام طه الحكم اللي كان متميز في هذه المباراه، هدف صحيح لبيرسي تاو لا يتوجد تسلل في هذه الحاله. تمام جدا. عندنا حاله يعني البعض تحدث عن مطالبه النادي الاسماعيلي ده طبعا بلمسه يد او بركله جزاء نتيجه لمس الكره يد محمد هاني. كابتن اسامه واحنا قلنا تاني بنشرح مخالفه لمس الكره باليد ليها منها معايير، بنقول دايما الايد هنا خارجه عن نطاق الجسم واخده حيز مكبره الجسم ولا الايد كانت مضمومه؟ مهم جدا دي المعايير اللي الاتحاد الدولي بيحطها في اعتبار مخالفه لمس الكره بها. حضرتك نشوف هنا لحظه تسديد محمد هاني وهنا الايد مضمومه في الجسم، يعني بص يا كابتن اسامه احنا اصلا الناس عرفت الكلام ده بالتاكيد، وبالتالي هنا الايد ما خرجتش وعملت حيز ومنعت الكره، كان قرار محمود البن اللي كان قريب قوي 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 قرار باستمرار اللعب كان قرار صحيح باستمرار اللعب، هنا لا توجد مخالفه للمس الكره بالايد. كان معانا حاله ايضا في مباراه الاهلي والاسماعيلي الدقيقه 92، طبعا اللقطه الشهيره بتاعت عبد الرحمن مجدي والسلوك الغير لا لا قبل دي في كره بيرسي تاو مع مدافع الاسماعيلي يا كابتن ناصر. تمام يا اسامه، وهنا بنتكلم على بيرسي تاو ولاعب نادي الاسماعيلي، واحنا هنا بنتكلم كابتن اسامه بالحالات التحكيميه، واحنا بنقول دايما بنشرح الحالات. هذه الحاله يمكن انا حللتها قبل كده، وخرج فيتور بيريرا حل الحالات النادي الاهلي والاسماعيلي حللها زي ما انا حللت النادي الاهلي بالظبط يا فارس. ده حقيقي. حلل كل الحالات اللي احنا قلناها في النادي الاهلي، وهنا بيدينا بنقف هنا بس نقول يا فيتور بيريرا احنا بنطلع نقول اللي بنشوفه. طبعا. ما بنطلعش نقول حتى لو في لعبه للاهلي او، ولكن انا هرجع للحاله دي كابتن اسامه، انا قلت فيها ان هي المسافه اللي هي ما بين المنافس لاعب النادي الاهلي بيرسي تاو هي كانت مسافه ضيقه قوي قوي قوي. المسافه دي لا تسمح باللاعب ان هو يبعد، وبالتالي هنا لو كان المنافس بعيد وارتكب هذا السلوك، يعني هو راح لبيرسي تاو وهو كان من مسافه وعمل الكلام ده، كان يبقى في مخالفه في حسابات الجزاء، ولكن وضعيه المنافس هنا كان قريب قوي 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 من بيرسي تاو، وبالتالي انا قلت هنا استمرار اللعب لمحمود البنا كان قرار الافضل فيه ان هو نشر. تمام. عندنا طيب الحل بعد كده اللي بعدها هنا علي معلول ولاعب النادي الاسماعيلي، وايضا يعني كان في كلام عن ركله الجزاء لصالح الاسماعيلي. فارس انا عاوز بس يعني شوف والساده المشاهدين معانا يشوفوا هنا لاعب النادي الاسماعيلي، هنا شوف القدم اليسرى ونشوف القدم اولا وهو رايح، هنا في قدم متنيه الحذاء، لو هتبص على القدم هنا واضحه قدم اللاعب الاسماعيلي اليسرى قبل ما يحصل بالزبط. اي حاجه يا اسامه خد قرار انه يقع. هنا في سكوت نتيجه ايه؟ نتيجه ان وضعيه اللاعب في هذه الحاله وضعيه مش سليمه، وبالتالي لما بنيجي نحلل الحاله تحكيميه كابتن فارس يا اسامه مش بنقول ان في مخالفه فوق ولا حاجه، ولكن هنا بنشوف كمان تحليل اللعبه للاعب اللي هو المهاجم، هو هنا في القدم هنا بتتلوي، وبالتالي هنا السقوط قبل ما يجي خالص علي معلول. الحاجه الثانيه بنشوف هنا اللعب المسموح المشروع يا اسامه يا فارس، لما انا احط ايديا وانت تحط ايدك والاثنين الايدين في بعض بالظبط يحصل سقوط، هنا يستمر اللعب، وهنا كان القرار الافضل لمحمود البنا، كانت مباراه نموذجيه من وجهه نظري مفيش فيها اخطاء، لم يذهب للفار يا اسامه يا فارس، وده اللي احنا بنقول عليه، وهنتكلم في الظواهر ودي كانت هتبقى من اهم الظواهر. تأكيد. عندنا اللقطة دي يا كابتن تعليقك عليها ايه؟ وعبد الرحمن مجدي مع حامل الكرات يعني دي في الدقيقة 92 تقريبا، وشاط الكرة كده في حامل الكرات لأن ما ادالوش الكرة بسرعة. فارس قبل ما نروح للقطة بنقول ايه القانون؟ وبنقول هنا القانون بيعاقب اللاعب عندما يخرج خارج ميدان اللعب ويرتكب سلوك، هذا السلوك ممكن يكون غير رياضي، ممكن يكون سلوك مشني. لما يكون سلوك غير رياضي هنا البطاقة الصفراء
هنا طبقا للقانون او سلوك غير مشين اللي هو بيرتكب فعل في يعني قوه وهنا بيستخدم فيه البطاقه الحمراء. انا بقول هنا صبية الملاعب رفقا بصبية الملاعب ان هم اولاد يساعدونا وهم عندهم طموح ان هم بيشوفوا النجوم دول زي كابتن اسامه يا دول قدوه وهيكبر هذا الصبي وممكن يتذكر هذه الحاله. لا يعني نتعامل معهم برفق لان هو ولد هو لا يقصد ابدا ان هو ياخر الكره وهنا يجب على نجوم الكره ان احنا نتعامل مع هؤلاء برفق وده ما قلت الولد ما اخطاش ولكن السلوك ده سلوك غير مرفوض كابتن اسامه. طب العقوبه الانضباطيه هنا السلوك هنا زي ما قلت برافو عليك برافو عليك فارس واحنا بنقول هنا لو كان السلوك اكتر من كده كان تشهر البطاقه الحمراء لكن هو النهارده ارتكب سلوك غير رياضي وبالتالي عوقب عليه باشهار البطاقه الصفراء وده طبقا من القانون كان قرار صحيح من محمود البنا. بحي محمود البنا عارف يا فارس ليه يا اسامه؟ لان تركيز البنا ما كانش بس داخل ميدان اللعب ده حقيقي ولكن كان داخل ميدان اللعب وداخل وخارج ميدان اللعب بطاقه صفراء ونتمنى نجومنا يتعاملوا برفق مع صبية الملعب. رساله يعني ممتازه جدا منك كابتن ناصر بالتاكيد واكيد